السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الغندور والجمهور. حلقتنا النهاردة بإذن الله هيكون معايا في الجزء الأولاني فيها ماهر جنينة، وإطلالة جديدة على الكرة الأفريقية ودور 32 مكرر من الكونفدرالية، وأيضا الماتشات القادمة، بعض الماتشات من الدوري الجنوب أفريقي والتونسي والمغربي والجزائري، وإطلالة جديدة على ما يحدث في القارة الأفريقية من اللعيبة الأفارقة اللي بيلعبوا في أوروبا. كمان في الجزء الثاني هيكون معايا احمد عطا، واطلاله جديده على الكره الاوروبيه. اكيد هنتكلم على اليوروبا ليج، ماتشات لسه خلصانه النهارده. كمان هنتكلم على ماتشات الثلاث والاربع ومفاجات مباريات برشلونه وريال مدريد وليفربول وطبعا بايرن ميونخ. هنجيب كل الماتشات النهارده، هنتكلم على كل حاجه، هنتكلم على ماتشات الديربي اللي اتلعبت في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي باذن الله. اما في الجزء الاول قبل ما اكلمكم عن اي حاجه، طبعا كلنا اتفرجنا النهارده على مباراه الزمالك والاتحاد، مباراه اللي كانت يعني سهله جدا بالنسبه لنادي الزمالك. الاتحاد كان بعيد تماما عن مستواه، يعني الاتحاد كان يعني النهارده فريق اقل من العادي، لا ضغط على الخصم، لا خطه، مساحات موجوده، نادي الزمالك بيضيع فرص بالجمله، مباراه سهله للغايه. فجاه في الدقيقة 79 وحاجة و80 يحرز الاتحاد هدفين من كرة ثابتة ومن هجمة أقل من إنها تكون هجمة عادية جدا، بيحرز من خلالها اتحاد هدفين ويفوز بثلاث نقاط مهمة جدا اتحاد سكندري عشان الزمالك يخسر المباراة الثالثة على التوالي. وحتى الآن هذا الموسم هو الأسوأ في تاريخ نادي الزمالك، تاني أسوأ موسم في تاريخ نادي الزمالك. 2008-2009 الزمالك اتغلب في 10 مباريات، لغاية دلوقتي الزمالك خسران 9 لقاءات في الدوري، غير الهزيمه من ديتشا طبعا والخروج من دور ال 32. يعني بطولات عمال يخسرها الزمالك خلال اقل من السنه، بيطلع من البطوله الافريقيه على اهلي طرابلس، بيطلع من البطوله العربيه ويتغلب من العهد اللبناني، بيخسر الدوري، بيخسر الدوري فارق حاجه ومدخلين في 30 نقطه. يعني على العموم يعني اقول لكم بس يعني ايه الجديد في الموضوع، طبعا جمهور الزمالك بيهمه برضه يعرف ايه الجديد. النهارده كان نادي الزمالك كلم خالد جلال وبلغه كده، قال له لو اهاب جلال اتعادل او اتغلب النهارده انت هتيجي مدير فني حتى نهايه الموسم لغايه ما نجيب مدير فني اجنبي. وده اللي حصل فعلا بعد ما تم الاعلان، يعني بقوله لكم انفراد اهو، خالد جلال مدير فني لنادي الزمالك حتى نهايه الموسم، هيستلم الفرقه في ماتشات الكاس وهيستلم الفرقه ايضا في ماتشات الدوري المتبقيه 3 مباريات. خالد جلال هيكون مسؤول عن الفريق ومعاه كابتن نبيل محمود باقي في الجهاز، ايمن عبد العزيز هينضم ليهم، امير عزمي مجاهد طبعا في الجهاز الفني، وهيعود ايمن طاهر مدربا لحراس المرمى. ده الجهاز الفني الجديد. الله اعلم بقى هل كابتن ايمن حافظ باقي ولا لا في منصبه. على العموم رئيس نادي الزمالك حمل المسؤوليه للكابتن اسماعيل يوسف، هو قال انا بعد ما قبلت استقالته اسماعيل يوسف هو اللي اجتمع معاه وهو اللي قال على مسؤوليتي يبقى في منصبه، ودي كانت النتيجه، الزمالك بيتغلب تاني. النهارده كمان من شويه كابتن او رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور بيتكلم في الاذاعه الداخليه بيقول ان رحيل ايهاب جلال، وبيقول ايضا كمان ان ايهاب جلال جه على مسؤولية الجمهور، يعني الجمهور هو اللي طلب ايهاب جلال، فانا جيت ايهاب جلال عشان الجمهور، وقال لو انتوا ما سندتونيش انا هستقيل. وهنا رئيس نادي الزمالك بيخاطب اعضاء الجماعة العمومية بالميكروفون داخل النادي، وطبعا منطقي وطبيعي ان جمهور نادي الزمالك مش الجماعة العمومية، لان تقريبا ممكن يكون 40% من اعضاء نادي الزمالك اهلاوية، لان هو في النهاية بيجي يشترك في النادي عشان يقعد في النادي، يقعد في جنينه، ياكل اكله حلوه، اولاده يتفسحوا وينزلوا البسين. لكن ده اللي حصل وده اللي بيحصل. كمان بعتلني ان حازم امام ومحمد ابراهيم دخلوا في دي ام سي وقالوا ان الكابتن ايمن حافظ شتم حازم امام كابتن الفريق بالام، وقال ان بقالي 4 شهور ما بنقبضش. في المقابل جمهور الزمالك بيرد عليهم بفريق كرة اليد بقاله أكتر من 4 شهور ما بيقبضش وما بياخدش أي حاجة،
وفريق كرة اليد كمان عنده مشاكل مالية كبيرة جدا وما بيخش ربع اللي بياخده لاعب كرة القدم في نادي الزمالك. ورغم كده النهارده في لقاء حصري أذيع فقط على قناة النادي الأهلي، نادي الزمالك بيفوز على النادي الأهلي 21-20 ويتأهل لكأس العالم للأندية. في النهاية قد لا يذهب نادي الزمالك لكأس العالم للأندية، لأن في النهاية نادي الزمالك أيضا يعني لا يلعب في قطر زي ما الأهلي انسحب، وده طبعا لأمور سياسية خاصة بالدولة المصرية. هنشوف دلوقتي. على فكرة النادي الأهلي كان متفوق تقريبا طوال اللقاء، والنادي الأهلي كمان عايز أقول لكم إن هو كان كسبان فارق هدفين وتعادل، وبعد كده الشوط الأولاني خلص 10-9 للنادي الأهلي. وعايز أقول لكم كمان إن نادي الزمالك ده أحمد مرتضى منصور كان آخر لقاء يا جماعة، عايز أقول لكم إن هما الأهلي ضيع ضرب الجزاء، النادي الأهلي ضيع ضرب الجزاء، وده الشريف منير حسن، النادي الأهلي ضيع ضرب الجزاء، والنادي الأهلي كمان ضيع فرصة في الثواني الأخيرة كانت هتبقى 21-21 هي الكرة اللي فاتت دي، يعني خلاص كانت فاضل ثواني وانتهى اللقاء. نعيدها تاني، نعيدها ادوها من الاول تاني. زي ما قلت لكم الزمالك متقدم، فاضل ثواني والمباراه تنتهي، وكان قبل الكره دي على طول الاهلي ضيع ضربه جزاء، ودي كانت الكره التعادل اهي. وعلى فكره يعني كانت سهله، يعني ما كانتش صعبه، كان ممكن يتعادلوا ويعملوا وقت اضافي، لكن كرة ضاعت وفاز. الكرة جت في العرض اهي، بصوا يا جماعة اهي انفراد تام وجت في العرض ومش مصدقين نفسيهم، خلاص الزمالك بيفوز بكأس السوبر الافريقي ويتأهل لكأس العالم للأندية. ودي تقريبا الفرحة الكبيرة بالنسبة للزمالكاوية في ظل اخفاق غير طبيعي لفريق الكورة. وانا قلت لكم مرة واثنين وثلاثة، ما حدث اليوم يؤكد ان في مشكلة كبيرة جدا في نادي الزمالك. يعني المباراة مش صعبة، سهلة جدا، الزمالك عمال يضيع فرص ويضيع انفرادات ودبل كيك لباسم وكور بتطلع من على الخط عادي، واتحاد سكندري ملوش وجود اساسا في هذا اللقاء، يعني ومفيش فرص خطيرة، والشناوي بيطلع وبينزل مكانه جنش، وكابتن ايهاب جلال كالعادة بيتأخر في التغييرات وبينزل بيطلع مدبولي واحد من نجوم اللقاء وبينزل كاسونجو كابونجو، هو لسه راجع من الإصابة، وفي النهاية يتغير شكل الفرقة تماما في ثانية، كل حاجة بتتغير، جونين في 3-4 دقايق، مفيش فرص أساسا للاتحاد السكندري، والزمالك كمان بيضيع بعد الاثنين واحد بيضيع فرص سهلة، يعني الزمالك وصل لمرمى الاتحاد كتير جدا. لكن النهاردة صراحة مباراة النهاردة بتقول حاجة يا جماعة، ان في نيات مش كويسة، مفيش عدل، في افترة، افترة من الجميع بقى، افترة من الجميع، ربنا ما بيكرمش، من الواضح ان ربنا ما بيكرمش. وانا قلت مرة واثنين وثلاثة النهاردة يا جماعة، حاول جيبوا لي كمان محمد بدر طبعا مدير المالي، عشان كان كلمني وقال ان هو عايز يعمل مداخله، لانه اتحبس، راجل اتحبس 20 يوم، فعايز يعمل مداخله، من حقه يعمل مداخله. عايز اقول كمان ان رئيس نادي الزمالك ان الفريق بيخسر قال ما حدش يكلمني على الفرقه، انا ماليش دعوه، اللجنه الماليه هي المسؤوله، هو بيقول كده. طب النهارده الزمالك كسب في اليد، نقول مبروك للجنه الماليه ولا نقول مبروك لمجلس اداره ولا نقول مبروك للعيبة؟ انا بقول قولا واحدا والله، ولا هقول مبروك لمجلس الادارة ولا هقول مبروك للجنة المالية، لكن هقول مبروك للعيبة. لعيبة رجالة، لعيبة تعرف يعني ايه قيمة الفانيلا، لعيبة بتعرف يعني ايه فانيلة نادي الزمالك، متربية جوه النادي، بيلعبوا في قطاع الناشئين، المدرب زملكاوي، وحط المدرب زملكاوي دي تحتيه 100 خط. ده الكلام اللي اتقال يا جماعة. لكن ما تيجي تقول لي لعيبه الزمالك دول، معظمهم مش زملكاويه على فكره قبل ما يجوا نادي الزمالك، وكمان معظمهم يعني عايز اقول لك يعني انا بتفرج النهارده، كنت لعيب كوره فبتفرج، يعني اللعيبه يعني مش عارف فاقدين الثقه ليه، او
او حتى اللعيبه كمان مهاره قليله جدا. فانت ممكن تعوض قله المهاره دي، تعوضها بالروح. لكن لو افتقدت الروح وافتقدت المهاره هتبقى قصه، وافتقدت الانتماء هتبقى قصه كبيره جدا، وكمان افتقدت القدره على تحمل الضغوط. يبقى انت بتلعب في نادي كبير ليه؟ انت ولا عندك مهاره ولا عندك تكتيك ولا عندك تحمل الضغوط ولا عندك دوافع ولا عندك روح ولا عندك اصرار ولا عندك عزيمه ولا عندك احترام لجمهور الزمالك، بتلعب ليه؟ وقولا واحدا، عوده كابتن ايهاب جلال لنادي الزمالك بعد تقديمه الاستقاله كان عوده عشان خاطر الشرط الجزائي. ازاي انا اثق في مدير فني والوكيل بتاعه تامر النحاس وهو طول عمره بيتعامل مع النادي الاهلي وكان خاطف عنتر عايز يوديه للاهلي وبيجيب لعيبه للزمالك ازاي انا اثق في مدير فني قال لك اجيب محمد رجب اللي ما بيلعبش في بتروجيت حاجات لا ازاي اثق في مدير فني جايب لي نانا بوكو وهو عنده اصابه مزمنه ووزنه قد كده؟ الموضوع بقى غريب بصراحه. وازاي اثق في مدير فني كل همه هو ال 400,000 او 600,000 اللي بياخدوهم كل اول شهر؟ وازاي اثق في مدير فني قبض فلوسه واللعيبه ما قبضتش؟ وازاي اثق في مدير فني بيبحث عن الشرط الجزائي في رحيله ومش مكسوف انه مغلوب 6-7 ماتشات وطالع من دول 32؟ يا جماعه في حاجه مش طبيعيه. وازاي اثق في جهاز فني المدير الكوره بيشتم كابتن الفرقه بالام؟ شتيمه انا والله العظيم كنت عارفها امبارح والاعداد قال لي بس ما صدقتش وقلت لا يمكن، فلقيت حازم طالع على هو بيقول ده. جماعه قولا واحدا وانا بقولها مره واثنين وثلاثه، كل الاحترام والتقدير على ما قدمه مجلس اداره برئاسه رئيس نادي الزمالك مشرف مرتضى منصور. تخيلوا يا جماعه وانا اقولك اول مره، رئيس نادي الزمالك بيكلم رئيسة القناة وبيكلم صاحبة القناة هنا وبيكلم رئيس القناة بيقول خالد الغندور بيقبض من ممدوح عباس وهاني. يعني انت وصلت للمرحلة ان ما بني ادم يختلف معاك عايز تشوهه وتشوهه في شرفه وانت عارف كويس قوي مين خالد الغندور وعارف كويس قوي ان هو انضف من اي حد، انضف من اي حد، عارف كويس قوي، عارف ان خالد الغندور ما بيحبش مرتضى منصور، خالد الغندور بيحب الزمالك، ولو كان هو في ظهر مرتضى منصور في يوم من الايام فهو في ظهر مرتضى منصور عشان الزمالك مش عشان مرتضى منصور. انا بقولها قولا واحدا، اللي بيحصل في نادي الزمالك لو سمحتم تقدموا باستقالتكم من مجلس الاداره بالكامل وادوا الفرصه لناس ثانيه. لو انت شايف ان نادي الزمالك هينهار بعد رحيلك، الزمالك بينهار وانت موجود اهو، الزمالك بينهار وانت موجود اهو. لو انت شايف ان الدوله ضدك انت شخصيا والناس بتحاربك، خلاص استقيل وحاربهم وانت بره، انت عضو في مجلس النواب، حاربهم بره نادي الزمالك، خليك اطلع بره نادي الزمالك، خلي حد يخش مكانك. المفروض ان المكان ده مفيش حد بيتربح منه، مفيش حد بياخد منه عمولات، مفيش حد بيستفيد من وجوده كعضو مجلس اداره الا يستفيد ان هو رئيس نادي كبير في قيمه نادي الزمالك، حاجه شرفيه، حاجه كبيره، حاجه برستيج، قيمه في المجتمع. لكن الشغل بيبقى بره الموضوع دوت خالص. وبالتالي لو انت شايف ان الدوله ضدك، بعض الاشخاص ضدك، وزير الشباب ضدك، خلاص اطلع بره النادي وقدم استقالتك وخش لهم بقى فارس لفارس، راجل لراجل، بعيد عن نادي الزمالك. وفي ناس كتير قوي يستطيع ان هم يتولوا نادي الزمالك الفتره اللي جايه. انا شايف المجلس الاداره يمشي، الجهاز الفني يمشي، بعض اللعيبه تمشي، نعتمد على بعض القطاع الناشئين، يجيبوا لعيبه دوليه، يجيبوا اربع لعيبه اجانب في قيمه نادي الزمالك، مش لعيبه جايه بالصدفه. يعني لو الزمالك بيفكر كويس كان راح بطوله افريقيا المحليين، جاب ثلاث اربع لعيبه تقال يضيفوا لنادي الزمالك، يضيفوا لفريق نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعه الكل واقف وشايف وهو بينهار، بما فيهم بقى الكلام اللي بيتقال عليهم رموز، اللي يقول لك انا بحب كنت عايز العب في الاهلي، واللي يقول لك اللي ما لعبش في الاهلي ما لعبش كوره، واللي يقول لك يعني الجمهور الزمالك عنده عطله اضطهاد، واللي يقول لك يعني يا جماعه في ايه؟ واللي يقول لك مثل الاعلى صالح سليم، واللي يقول لك واللي ايه يا جماعه في ايه؟ طب كل الاحترام، بص كلامي ده كل الاحترام والتقدير للنادي الاهلي، انا بتكلم على ان ناس زملكاويه بيقولوا كده. طب ما تروح الاهلي بقى،
يعني الناس زي ما كانوا بتقولوا كده، يعني كبروا ناديكم، يعني كبروا جمهوركم، خافوا على مشاعر جمهوركم، حبوا جمهوركم، خافوا على كل كلمه بتقولوها احتراما لمشاعر الناس دي اللي بتشجعكم بالملايين، اللي بقى لها 20 30 40 50 60 سنه بتشجعكم، اللي اتربى على جده وابوه وامه واخته واتكبر على حب نادي الزمالك عشان خاطركم، خافوا عليهم. لكن للاسف في بعض، البعض لا يرى الا مصلحته فقط وممكن يدوس على نادي الزمالك. وانا بقول لكم يا جماعه، الوزير الشباب اما ناس شمت خبر في نادي الزمالك ان ممكن مرتضى منصور يمشي، 50 تليفون لوزير الشباب، والنبي عيننا في اللجنه، والنبي انا عايز اجي، والنبي لو سمحت عيني رئيس، والنبي انا عايز اجي عضو مجلس اداره، والنبي والنبي والنبي. ايه ده يا جماعه؟ ده ايه التكالب على المناصب دي؟ وايه يا اخي، انا عمري ما حدا، انا خارج عمر، عمري ما اشتغلت في النادي، وعمري ما دخلت انتخابات ولا هخش انتخابات، وكمان يعني تحملت الكثير والكثير حبا واحتراما لجمهور نادي الزمالك، ومشيت من قرارات كتيره جدا بسبب دوت، ودفعت الثمن كتير، ودفعت الثمن كمان عشان خاطر مرتضى منصور اللي هو بيحاول يشوهني دلوقتي، اللي ما كانش في حد في مصر يدخله غيري، ورغم كده اما تختلف معاه يحاول يشوهك. هو انت كده ربنا هيكرمك؟ هو انت كده ربنا هيكرمك؟ هو انت كده اما تختلف مع بني ادم تشوهه وانت عارف انه نضيف؟ مش عارف اقول لكم ايه، اخبار كتيره، لكن الواحد بجد مستاء جدا 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 من اللي بيحصل داخل نادي الزمالك. واحد اتربى في النادي، كبر في النادي، عارف قيمة النادي، عارف قيمة أجيال دفعت عن فانيلة نادي الزمالك، لكن اللي بيحصل في النادي من اللعيبة والجهاز الفني ومجلس الإدارة وحتى وزارة الشباب وحتى اللجنة وحتى أي حد، يا جماعة أنا بطالب الدولة المصرية إنها تعرف قيمة ومقدار نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اللي بالملايين. يا جماعة لازم نحترم هذا الجمهور، لأنه جزء كبير من بلدنا مصر ينتموا للفانيلا البيضاء، وعندهم مشكلة واحدة. في ناس كتير قوي يا جماعة عندها مشاكل اقتصادية، في ناس كتير قوي مش قادرة تستحمل الغلاء، لكن عندهم حاجة بيحبوها، هي الكورة، هي نادي الزمالك، هي الفانيلا البيضاء. مش كمان دي ما تبقاش موجودة، حرام. نطلع لفاصل وكليب لنادي الزمالك، لرجالة الزمالك، وكليب للعيبة والجهاز الفني بتاعهم فقط. وفاصل ونستقبل مهر جنينة، يلا بينا.